فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الإنسان الاغتسال فهل تكون المضمضة والاستنشاق عند وضوئه؟ البداية تكون بعد غسل كفيه، يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.